لحظات أصدقائي، وينطلق هذا الحدث الهام، افتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاح البطولة الدولية كأس عاصمة مصر. على بركة الله أصدقائي انطلقت صافرة البداية، وابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. إيزي موجود معاهم من زعام 2023، ادي كرة امامية في منتهى الخطورة، لكن تدخل وصدام مرة تانية على طول، مروان بيعمل ابعاد، لكن السكند بول موجود عند كاكاتشي، بيلعب كرة عرضية خطيرة جدا جدا، كرة حديثة، كرة متطورة، لعب ايجابي صحيح. اسم منتخب نيوزيلاند مش من الاسماء القوية، لكن منتخب هو المصنف الأول في قارة أوكيانوسيا، القارة اللي بتشهد لأول مرة بعد ما كبرت بطولة كأس العالم من 32 منتخب. إمام تقدم للأمام، كسب مساحة، هات وخد مع تريزيجيه مرة تانية، يا عيني على الكلام، وادي الكورة، وفي إيه؟ في إيه؟ مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقولة. كليمو كابو أمر باستمرار اللعب، وآدي حسام، مش هتعدي من حسام دي. في فار، في فار، لكن سلامات إمام. صحيح إحنا عايزين نكسب وعايزين نسعد الجماهير، لكن أيضا ما كناش نأمل أبدا في إصابة إمام. كليمو كابو شاف اللقطة وبتتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وهنشوف القرار. ادى ركلة الجزاء، ادى ركلة الجزاء لمصلحة منتخبنا في الدقيقة 28. مصطفى محمد في حوار على بعد 11 متر، في لقاء رقم 38، عنده 12 هدف درج، وفي آخر أربع لقاءات مسجل أربع أهداف، مهاجم نانت الفرنسي. مصطفى وماكس وكليمو كابو، تركيز من الشاكوش، مصطفى محمد في لقاء رقم 38، داخل مصطفى، يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام على الجمال، ويا سلام على الفن والحلاوة والطعامة. مصطفى محمد بيضع الهدف الأول ابن بلدي في استاد مصر، في أول أهداف استاد مصر وكأس عاصمة مصر، واللي يسعد الناس يبقى حبيب كل الناس. مصطفى محمد الشاكوش المصري يهز شباك استاد مصر في بطولة كأس مصر من ثلاث لمسات وثلاث دقات، ودي ما ترجعش يا جدعان، علشان الشاكوش المصري يحرك الشباك ويسجل أول أهداف منتخبنا، ودي ما ترجعش يا جدعان، والأولى بلدي. وأسعد الناس من يسعد الناس، ومصطفى محمد أسعد كل الناس في بطولة كأس عاصمة مصر، وفي الهدف الأول هدف يدينا ثقة. وآدي كاكاتشي، وآدي ضربة راسية خطيرة جدا جدا، بقول لحضراتكم منتخب خطير وعنده قدرات وعنده إمكانيات، وكاكاتشي الظهير الأيسر عامل جبهة نارية، وهو القائد للأول وايتس. وآدي الضربة الراسية، ضربة راسية من ماكس ماتا، لكن الحمد لله أعلى من عرض الجباسكي. آدي ماكس ماتا صاحب ال 23 عام. عمر مرموش منتظرين تحركاته وإبداعاته. آدي كرة مرة تانية، وآدي درش عايز يشيلها، عايز يشيلها. جملة حلوة، جملة حلوة 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 حلوة، التحرك والقطعة الجميلة من درش، مفيش أجمل من كده. لكن عمر مرموش لما يقرب من البوكس يبقى خطير، عايز يشيلها تشيب، لكن خبطت في دماغ ماكس
كرة كم الحارس لمنتخب نيوزيلاند، وتطلع الكرة والفرصة الخطيرة إلى ركنية أولى لمصلحة منتخبنا في الدقيقة 38. تتلعب على طول الركنية، أدي لمسة راسية ماركة عبد المنعم وحلويات عبد المنعم. دي عمر مرموش مرة تانية، قفشة بيدور على المساحات، تمريرة معدية يا ولد، ودي كورة ودي جملة ودي تسديدة حلوة، تسديدة حلوة 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 للصبح. ثلاث تمرات بثلاث دقات وكنا هنشوف تاني الحلويات. بص شوف مصر بتعمل ايه، ويا عيني على تريزيجيه محمد حمدي بيحطها، مفيش اجمل من كده، ويلف وسطه لفة كمانجا محمود حسن تريزيجيه، لكن يدوب سنتيمترات بجوار القائم علشان ترتفع الاعلام وترتفع الصيحات ويرتفع اعلام. لكن لقاء حتى الآن 52 دقيقة، منتهى الجدية، منتهى الاستعداد، منتهى التركيز. هنشوف الضربة الحرة، كلايتون لويس صاحب ال 24 عام، ادي كورة راسية خطيرة، وادي ابعاد بترتد في منتهى الخطورة، خبطت في دماغه من الخلف لكن عدت مرت الى خارج الملعب. تمريرة عند سينج بيحطها في مساحة خطيرة جدا جدا، ودي فرصة كبيرة. يا عيني عليك يا ابو جبل، يا عيني عليك يا جبل، ما يهزك ريح. عملوا المساحة وانطلق كاكاتشي، هو كاكاتشي اللاعب اللي بيتجهز له وبتتخلق له المساحة في ظهر محمد هاني، لكن ابو جبل جبل، ويا جبل ما يهزك ريح. ادي الفرصة الخطيرة جدا جدا، والمتابعة من ماكس ماتا، ادي كاكاتشي لكن رامي ربيعه في اللقطه الاولى، وماكس ماتا سعداء ومبسوطين ان احنا بنشهد الافتتاح. ادي كوره اماميه وانطلاقه قويه وتسديده، تسديده حلوه 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 من عمر مرموش، لكن فتحت لكن عمر مرموش لما يتقدم وياخد في المساحات حاجات وحاجات وحاجات. ركز يا ابو جبل، وادي الحائط البشري بقى خمس لاعبين، توجيهات والتعليمات ومكاوت وسينج. هنشوف قدم يسرى وقدم يمنى، لكن هنشوف ادي سينج، ويا ساتر يا ساتر يا ساتر، حطها 10 على 10 بلياردو، لكن لحسن الحظ في المقص من فوق وتخرج الى خارج الملعب. خطير خطير سينج، اللاعب اللي مولود في الهند وعنده 25 عام، لاعب هانزا روستي. لكن رامي ربيعه، رامي رجوله بيوسع كوره عند مصطفى، ودي واحده حلوه، واحده حلوه حلوه حلوه، صحتنا وصحه الجمهور العاشق المتعطش للكوره الحلوه، الكوره الهجوميه والمحاولات المصريه. هم عندهم كونفدراليه، لكن احنا ولادنا 100% مصريه، 100% مصرية. هنشوف عمر مرموش والركنية، اتلعبت على القائم الاول لكن على طول ابعاد، مروان واحدة والتانية يا ولد بترتد من القائم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الصواريخ وعلى مدفع رمضان اللي طلعه مروان من على بعد 30 متر، بيطلع صاروخ من صواريخ رمضان. تحية كبيرة جدا جدا، بص شوف الحلويات، يا عيني يا عيني يا عيني، ده احنا نفطر من جديد. تسديدة صاروخية مدفع من مدافع مروان عطية، لكن القائم مش ممكن، مش معقولة طبعا، الكل حط ايده على دماغه. فرصة مهولة لمنتخبنا الوطني،